السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا فنجان برج الجوزاء. الفتره اللي جايه هتكون خير وحظا تاما لحياتك بفضل ربنا. بتعاني من كريم، من سحر، من تبيعه؟ اكتب تاما يوصلك لينك قناتنا التانيه اللي هتلاقي عليها العلاج باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. برج الجوزاء مطلوب منك تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وتركز في قراءتك جدا، وتنزل في الكومنت تقول لي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وان شاء الله باذن الله يا برج الجوزاء اللي جاي عكس اللي فات خالص، ويكون الاخبار الحلوه من نصيبك. يلا بينا نشوف الفنجان بتاعك ونشوف توقعاتك وتبشراتك وتحذيراتك. عندك 2 ستات يا برج الجوزاء، شايف؟ تمام، نشوف بقى طاقتك ونشوف الفرج بتاعك ونشوف ايه اللي عندك. برج الجوزاء اول حاجه عندك نفور من الشريك يا برج الجوزاء، وعندك هم شايله لوحدك ومفيش حد معاك. طيب بعد الضيق خنقه يا برج الجوزاء ولا ايه؟ اول حاجه عندك انفراجات، انت اليومين دول مخنوق جدا يا برج الجوزاء ومش طايق نفسك. الجوزاء بيمر بخنقه وضيقه محدش يعلم بيها غير ربنا. عندك هنا انفراجات من بعد التعب اللي انت فيه حاليا. انت اليومين دول بالك مشغول جدا وبتفكر في حاجات ما يعلمش بيها غير ربنا يا برج الجوزاء. دايما اقول لك ما تشغلش بالك باللي جاي، اللي جاي هيكون اخبار حلوه ان شاء الله باذن الله. بس في حاجه، في وشوش هتتكشف على حقيقتها، وفي صدمات هتاخدها يا برج الجوزاء. ايه صدمه كده هتاخدها من اشخاص بيستغلوك وبيلعبوا ورا ظهرك. في اشخاص هنا بيستغلوك وبيلعبوا ورا ظهرك. انت اليومين دول زي ما قلت لك في حيره وقلق من حاجه معينه في بالك، بالك مشغول بيها ومش عارف تعمل ايه. فما تقلقش، الخير هيكون قادم لحياتك. بس بلاش التنازلات يا برج الجوزاء، بلاش تفضل طول عمرك تضحي وتتنازل من اجل اخرين. شايف؟ شايف التنازلات عندك؟ عمال تتنازل، هتفضل لحد امتى تتنازل؟ انت اليومين دول بتهرب من الواقع اللي انت فيه بسبب ان انت مش مستحمل ضغط نفسي عليك. يعني انت خلاص قلت كفايه ظلم، كفايه تعب في حياتي. برج الجوزاء من الابراج اللي اتظلمت جدا في حياتها، من الابراج اللي هي حظها قليل في كل حاجه. الفتره دي حرفيا برج الجوزاء ولا عارف ينام ولا عارف ياخد خطوه لقدام. حالتك النفسيه تعبانه، تعبت بسبب الخذلان وبسبب المشاكل اللي جايه لك من المقربين. خدت موقف فوق موقف فوق موقف، دخلت في اكتئاب. الفتره دي احنا مش هنتكلم فيها، الفتره اللي جايه هتكون خير ليك. ليه هتكون خير ليك؟ علشان في حاجه عاطله في حياتك هتخلص، وبمجرد ما هتخلص هتدخل عندك اخبار حلوه. بس عايزك تحذر برضو، تحذر من شخص بيغير منك ودايما عامل لك سوء تفاهم بينك وما بين اشخاص في حياتك. عايزك تخلي بالك من نفسك كويس جدا، وخد حذرك من التعامل مع ابراج في حياتك متسرعين وغامضين. ما تتعاملش مع حد غامض يا برج الجوزاء، هتلاقيه حط عليك وهتلاقيه عامل لك مشاكل. لا، تجنب اي حد ممكن يأذيك. انت يا برج الجوزاء دايما متألق، ودايما اي حاجه بتجيب لك مشاكل بترميها ورا ظهرك. الايام اللي جايه هيكون في تواصل بينك وما بين اشخاص، هيكون في كده، هتطلع كل اللي وجعك، هتطلع كل الهموم، هتطلع الخذلان اللي انت فيه، هتطلع من الغموض اللي انت فيه، هتطلع من مراحل جديده باذن الله في حياتك. في ناس هنا كمان بتطردك، في ناس بتكلمك عايزه فلوس منك او هتطلب فلوس منك، الله اعلم. في فلوس الايام اللي جايه هيبقى في شغل في فلوس. وكمان يا برج الجوزاء انا عايزه افرحك، علشان انت بجد محتاج الفرحه. الباب اللي انت دقيته هيتفتح قدامك، مهما يطول انتظارك هيتفتح. فما تقلقش، اللي ربنا كاتبه لك ومرتبه لك في حياتك هيخلي دموعك تنزل من كتر الفرحة. بس بلاش الهم اللي انت شايله، هتفضل لحد امتى شايل الهم لوحدك يا برج الجوزاء ومحدش معاك؟ انت ولا لاقي صاحب ولا حبيب ولا اخ ولا اخت. ده نصيبك وقدر الله وما شاء فعل في حياتك يا برج الجوزاء. سيب كل حاجة على ربنا، وتأكد ان ربنا شايل لك حاجات هتفرحك الايام اللي جاية. بس ابعد عن الغدر، ابعد عن النفاق، ابعد عن الكلام اللي هو من وراء ظهرك، اللي جاي لك من الست اللي بتقول لك انا بحبك وانا واقفه معاك وهي اصلا ست خبيثه. انت دايما متألق يا برج الجوزاء، وكنت دايما صاحب شخصيه شخصيه جميله، بس اتخذلت، والخذلان اللي انت فيه مش سهل، محدش حاسس بيك يا برج الجوزاء.
ومحدش حاسس بأوجاعك، بس الفترة اللي جاية هتكون حصدا لحياتك، هتكون في تغيرات لحياتك، هتثبت وجودك عن باقي الأشخاص وهتوصل للقمة اللي انت عايزها. بس خلي بالك في وشوش على وشك انهم هما يقع وشهم الحقيقي على يعني انت الضغط اللي انت فيه دلوقتي مخليك ساكت وما بتتكلمش، وعلشان كده جواك نار، جواك بركان ومحدش حاسس بيه. فيا ريت كل الناس تتجنب برج الجوزاء الايام دي، علشان برج الجوزاء لو اتكلم هيزعل ناس كتيرة جدا منه. هو ساكت ومستحمل لحد ما يشوف الاخر ايه من الابراج اللي صبورة جدا، وعلشان كده الامنية بتاعتك باذن الله هتتحقق وهتوصل بعد التعب، شايف؟ بعد التعب اللي انت فيه حاليا هتوصل للحلم بتاعك. فما تقلقش يا برج الجوزاء، انا مش عايزه لك قلق خالص، ربنا هيكشف لك كل الاشخاص اللي في على حقيقتهم، وكمان باذن الله هيريح همك وهيبعدك عن الاضواء اللي متسلطه عليك. خليك واثق من نفسك، خليك واثق ان الحظ هيكون من جنبك في يوم من الايام، بس كل اللي مطلوب منك يا برج الجوزاء ان انت تعمل حدود بينك وما بين اشخاص بيستغلوك، اعمل حدود بينك وما بين ناس واقفه بينك وما بين تحقيق حلمك. حياتك ماشية زي الدوامة، فرقوك عن كل الأشخاص اللي هما بيحبوك بسبب العيون، جسمك متكسر، عايز تنام ما بتعرفش، ظهرك وجعك، حاسس إن حياتك بايظة ومفيش اكتمال في أي أمور. لا يا برج الجوزاء أنت عندك تحسن، المشكلة اللي ليها كام يوم شغلة بالك هتتحل، المشكلة دي هتتحل بإذن الله وهيبقى عندك تغيير جذري. بعض مواليد برج الجوزاء عليهم ديون، بعض مواليد برج الجوزاء عليهم ديون. عندك برج العذراء، برج العذراء ده كان شخص مش كويس، أذاك يا برج الجوزاء، أذاك وعمل لك مشاكل غير طبيعية. انت هنا عندك انطلاقة حلوة علشان هتسد الديون اللي عليك، لو انت عليك دين هتسده بإذن الله. مين برج الميزان اللي بيراقبك من بعيد؟ بيراقبك وباله مشغول من حياته، يعني باله مشغول بحياتك كلها، عايز يعرف انت عملت ايه. الديون كسرت ظهرك يا برج الجوزاء، بجد الديون كسرت ظهرك، ظهرك منحني، حاسس ان انت بتموت بالبطيء. لا انت هيبقى عندك نقله زي ما قلت لك، والنقله دي هتسد لك كل ديونك، انت هتطلع من الطاقه السلبيه اللي انت فيها. انت بس اللي تعبك ان العيون عليك بطريقة رهيبة، هتدخل في طاقة ايجابية باذن الله، وهتدخل في طاقة حلوة جدا، وهيكون عندك سفر في ارض بيتك، يعني هيكون عندك تغيير في ارض بيتك باذن الله. انت مستني فرحتك تكمل، وبالفعل فرحتك هتكمل ان شاء الله باذن الله. في شخص عايز يكلمك، عايز يستلف منك فلوس، عايز يكلمك بكل الطرق، المهم ان هو عايز يستغلك، عايز يستغل. في حد عارفك عشان مصلحته يا برج الجوزاء، خلي بالك واحذر، حياتك ماشية زي الدوامة واحذر. بسم الله ما شاء الله برج الجوزاء، من كتر ما روحانياتك عالية الحاجة بتحسها بتحصل على طول، الحاجة اللي بتحسها بتحصل على طول. في حد بيجري وراك عايز يكلمك زي ما قلتلك، في حد بيراقبك. انت من كتر الزهق اللي انت فيه بدأت تقفل تليفونك، ولا بتكلم حد ولا حد يكلمك. انت اللي ناقصك راحة البال، اللي ناقصك في حياتك راحة البال. انت اتظلمت من اقرب الناس ليك، جو عليك وكسروك يا برج الجوزاء. شايفة كمان انت هنا ماشي في طريق وخايف منه، ماشي في طريق وخايف منه، مضايقك، حاسس انه كلهم حواليك بيأذوك، كلهم جايين عليك. انت عايز تزور حد يا برج الجوزاء، في حد تعبان، في حد انت بالك مشغول بيه، هيكون عندك لقاء حلو بينك وما بين حد، بينك وما بينه لقاء حلو. حاول يا برج الجوزاء تشغل الرقية الشرعية على نفسك، حاول ان انت عليكوا على ايات السحر، عليكوا على حاجات معينة لازم تعملها، علشان انت تعبان من كذا ناحية، انت تعبان من كذا
نحلة، عندك بشرة حلوة، بشرة حلوة الفترة اللي جاية دي هتديك انطلاقة جديدة بإذن الله، هتديك انطلاقة جديدة. شايفة انه في خبر حلو هتسمعه الفترة دي هيديك سعادة وهيديك فترة حلوة جدا. انت طلعت ناس كتيرة جدا من حياتك، قطعت علاقتك بأقرب الناس ليك من كتر المشاكل، من كتر المشاكل. دايما اهل الشريك جايين عليك، دايما اهل الشريك جايين عليك. مشاكلك مع برج الثور دي ما تحلتش لحد الآن، وبتدعي عليهم علشان ظلموك، علشان ظلموك. الفترة اللي جاية دي هيكون عندك شوية كركبة في حياتك، بس حاول تحلها وحاول تطلع منها، حاول تحلها وحاول تطلع منها. بينك وما بين العيلة مشاكل، بينك وما بين العيلة مشاكل بكل الطرق. في طرف ثالث اتدخل، كرهك حياتك، ظلمك، حسدك، حروف كتيرة جدا وراك. الأشخاص اللي دخلوا حياتك دول حاقدين وحاسدين، خربوا بيتك، دمروا عيلتك، خلوك دخلت في اكتئاب ودخلت في حيرة. القرين عندك مش سايبك في حالك، القرين عندك مش سايبك في حالك. اتهموك ظلم يا برج الجوزاء، اتهموك ظلم، خلوك تحس بالوحدة، خليك تحس بالوحدة. شايف انه في حد هنا، في حد هنا يا برج الجوزاء. الحد ده من كام يوم كلمك، الحد ده من كام يوم كلمك، هو الحد ده مش كويس، خلي بالك الحد ده مش كويس. شايفة ان انت كمان مع علاقة مع نفس برجك، برج الجوزاء. بينك وما بين برج الجوزاء علاقة، ومفيش تفاهم بينكم، مفيش توافق بينكم. بسم الله، هيكون عندك بشرة حلوة، والله العظيم هيكون عندك بشرة حلوة. انت بدأت تاخد حذرك من اقرب الناس ليك، بس بلاش تشيل الهم، بلاش تشيل الهم. انت زعلان على حد، مسجون زي ما قلت لك، وان شاء الله باذن الله ربنا هيخرجه وهيطلع. شايفه كمان ان انت عندك طاقه تفكير في حد غايب عنك، عندك طاقه تفكير في حد غايب عنك ونفسك ترجع له، نفسك ترجع له. عندك طاقه تفكير رهيبه يا برج الجوزاء، عندك طاقه تفكير رهيبه. عندك صديقه مقربه منك من برج العذراء، عندك صديقه مقربه منك من برج العذراء. شايفة كمان ان انت عندك برج القوس في مشاكل بينك وما بينه، وبرج القوس عايز الانفصال علشان جه، عشان حاسس ان هو اللي بيعمله صح، حاسس اللي هو بيعمله صح. شايفة كمان ان انت هنا عندك وجع في المعدة، انت هنا عندك وجع في المعدة برج الجوزاء. خلي بالك انهم هم عايزين يوقعوك، خلي بالك عايزين يوقعوك. عندك طريق مفتوح هتحقق في حلمك، بس حاول تستغله. انت ناقصك الامان، ناقصك الراحة، ناقصك السعادة، ناقصك ان انت تخرج من اللي انت فيه. انت اللي انت فيه ده كله تعبك، اللي انت فيه ده تعبك ومأزيك. انت هتدخل مشروع حلو الفترة اللي جاية دي، وهيبقى عندك حق في حياتك بالكامل، بس انت محسود غير طبيعي، محسود حسد غير طبيعي. شايفة كمان ان انت هنا عندك، عندك نغزة، طيبة قلبك دمرتك يا برج الجوزاء، طيبة قلبك دمرتك. دايما حاسس بحزن وظلم، عندك صدمة بتعاني منها، عندك صدمة بتعاني منها. عايز اقولك ان انت عندك طاقة فرج الفترة اللي جاية، هتطلع من الخوف اللي انت فيه، هتطلع من الحزن. يعني انت خايف من المستقبل يا برج الجوزاء، خايف من المستقبل. شايفة كمان ان انت هنا عندك خذلان من الناس اللي انت وثقت فيهم، عندك خذلان من الناس اللي انت وثقت فيهم. بس عايزه اقول لك ان انت هيكون عندك تغيير حال باذن الله. كل الاشخاص اللي دخلوا حياتك ظلموك وجوا عليك، كل الاشخاص اللي دخلوا حياتك ظلموك وجوا عليك. حرف الميم، حرف السين، حرف الالف، حرف العين، كل ده وراك، كل وراك ده وقع عليك ظلم منهم، كل الحروف دي وقع عليك ظلم منهم، والله ظلموك. بس ما تقلقش، هيندموا، والله هيندموا على فراقك، انهم هم فعلا ظلموك. كان بينك وما بين برج الدلو علاقة، والعلاقة دي كانت علاقة سامة، علاقة كلها مشاكل. في شخص خاين كان دايما بيخونك يا برج الجوزاء، كان دايما بيخونك. جرحك ربنا هيدوهولك، علشان انا شايفة لك وجع، وجع في قلبك بسبب النغزات وبسبب المشاكل اللي انت حطوك فيها، بسبب المشاكل. انت بدأت تنسحب عن حياتك، بدأت ان انت تطلع، بدأت ان انت تطلع.
عندك حد بيمر بحالة نفسية صعبة، عندك حد بيمر بحالة نفسية صعبة، وديته للدكتور أكتر من مرة وبرضه هو مصدوم، هو مصدوم. عايز أقولك إن الحد ده بإذن الله هي ربنا هيشفيه، بإذن الله ربنا هيشفيه. أنت اتأذيت من كل خلق الله، اتأذيت من كل خلق الله، بس ما تقلقش، ربنا كبير وعارف إن أنت اتظلمت. أنت تعبت، انت تعبت من اشخاص كتيرة جدا، وحان وقت ان ربنا يفرحك، حان وقت ان ربنا يديك ويكرمك. شايفة كمان ان انت هنا هيكون عندك تغيير او بداية جديدة، هيكون عندك تغيير او بداية جديدة بإذن الله. انت هنا عندك، انت برج الجوزاء في علاقة تانية، برج الجوزاء انت في علاقة تانية او بتكلم حد تاني، الله اعلم، بس انا شايفة لك حد في علاقة تانية، في حد يعني انت برج الجوزاء في علاقة تانية. خلي بالك علشان خاطر ما تخسرش حياتك، ما تخسرش حياتك. دموعك بتنزل، دموعك بتنزل من كتر ما انت زعلان على حياتك اللي مش عارف تعمل فيها ايه. دموعك بتنزل على حياتك اللي انت مش عارف تعمل فيها ليه. عندك حيرة، عندك حيرة في حياتك، عندك حيرة في حياتك، مش عارف تاخد القرار الصح ولا تعمل ايه، مش عارف تاخد القرار ولا عارف تعمل ايه. شايفة كمان يا برج ان حد دخل حياتك او حد عرض عليك عرض، الله اعلم، بسم الله ما شاء الله. عايز اقولك ان كل مشاكلك هتتحل يا برج الجوزاء، كل مشاكلك هتتحل باذن الله. وشايفة كمان انه هيكون عندك انطلاقة حلوة، هيكون عندك انطلاقة حلوة، والاشتياق اللي انت فيه ده بإذن الله ربنا هيكرمك ويوسع رزقك، ربنا هيكرمك ويوسع رزقك يا برج الجوزاء. مش عايزاك تقلق أبدا، أنا مش عايزاك تقلق أبدا، علشان انت أصلا هيكون عندك تغيير حلوة، هيكون عندك تغيير حلو. خلي بالك بس من كل الأشخاص اللي حواليك، أنا بس عايزاك تخلي بالك من كل الأشخاص اللي حواليك، علشان انت مش عارف هما بيخططوا لك ازاي ولا بيفكروا فيك ازاي، هما اصلا حاسدينك على كل حاجة في حياتك. انت بتعاني من اعراض كتيرة جدا جسديا يا برج الجوزاء، بتعاني من اعراض كتيرة جدا جسديا، كل الناس شايفاك بنظرة غير النظرة اللي انت فيها، كل الناس شايفاك بنظرة غير النظرة اللي انت فيها. يعني انت رغم ان انت بتضحك وبتهزر بتداري اوجاعك، بتداري اوجاعك. انت من اكتر الابراج اللي بتعاني من اعراض كتيرة جدا، اكتئاب وحزن على طول، اكتئاب وحزن على طول. دخلت نفسك في صراع، دخلت نفسك في صراع يا برج الجوزاء مع نفسك، يعني انت دخلت نفسك في صراع مع نفسك. في حد بيركض، في حد عندك وراك. انت بتعاني من قلة النوم وقلة الراحة يا برج الجوزاء، خلي بالك عيونك بدأت تكون تحت عيونك اسود، بدأ يكون تحت عيونك اسود. في حياتك تلات تعابين، في حياتك تلات تعابين. يعني خلي بالك، بلاش تحكي اسرارك، اكتم اكتم ودار. عارف ان انت رغم الصراع الداخلي اللي جواك والاختبارات اللي انت عمال تمر بيها والظروف والصدمات والخزلان، على قد ما ربنا عالم قد ايه انت اتظلمت، عالم ان انت ربنا عالم ان ربنا هيديك ويوسع رزقك ويكرمك، والله ربنا هيديك انطلاقات حلوه وهيفرحك. عشان كده دايما عندك مشاكل بينك وبين الشريك بسبب السحر، بسبب السحر. السحر ده لخبط حياتك. انت ما بتتخلاش عن اي حد، بس دايما هم اللي بيتخلوا عنك، دايما هم اللي بيتخلوا عنك. عندك فرحة كبيرة هتدخل حياتك الأيام اللي جاية، فرحة مليئة بالانطلاقات، فرحة مليئة بالفرحة بإذن الله. انت أصلا تستاهل كل خير، انت تستاهل كل خير، وعشان كده دايما مغدور، دايما مغدور يا برج الجوزاء. بسم الله ما شاء الله. شايفة لك هنا ان انت جواك حب كبير يا برج الجوزاء، جواك حب كبير، في حب كبير. يا هل ترى الحب الكبير ده لمين؟ لأولادك ولا لأحبابك؟ عندك حب كبير بطريقة رهيبة، وهيبقى برضو عندك فرصة عمل زي ما قلت لك، هيبقى عندك فرصة عمل حلوة جدا جدا جدا. انت بس اللي تعبك الخزلان يا برج الجوزاء، عندك انت اللي تعبك الخزلان من اقرب الناس ليك، انت بس اللي تعبك ان انت اتخزلت. عايز اقولك ان الفترة دي كنت انت في علاقة عاطفية بس كنت تعبان، كنت في علاقة عاطفية بس كنت تعبان وكنت بتعاني، كنت تعبان وكنت بتعاني. الحاجة اللي بتفكر فيها ما بتكملش،
الحاجة اللي بتفكر فيها ما بتكملش، فبلاش تفكر. يعني انا عايزة انصحك ان انت تريح دماغك شوية، عشان خاطر انت الحاجة اللي بتفكر فيها ما بتكملش، مفيش اكتمال اي موضوع في حياتك بسبب العيون وبسبب السحر اللي معمول لك بوقف حال. بس اخيرا هتاخد قرار، هتاخد قرار صح في حياتك، وهيبقى حياتك فيها تحسن، هيبقى حياتك فيها تحسن، الخير هيعوم على حياتك. بس خلي بالك، والمشكلة اللي شغلة بالك دي هتحلها. انت دايما بتحب المغامرات وبتحب التجديد، وعشان كده هيبقى عندك انطلاقة حلوة. الصدمة اللي انت خدتها مش صغيرة، عشان كده بتعاني منها يا برج الجوزاء، انت بتعاني منها. حلمك هيتحقق، والله العظيم حلمك هيتحقق، والمشاكل اللي بينك وبين الشريك هتتحل. انت زعلان من الشريك بسبب انه بيصدق اي كلام يقوله له، بيصدق اي كلام يقوله له، مصدوم في الشريك علشان خاطر حس ان هو جه عليك. فياريت يا برج الجوزاء ترمي اللي فات ورا ظهرك، وتركز بس على هدفك وعلى حلمك، علشان التغيير اللي يكون في حياتك الايام اللي جاية تكون فعلا انت محتاج التغيير. فلازم لما يجيلك التغيير تكون فعلا تستحقه، ولازم ترمي ورا ظهرك كل المشاكل والعراقيل اللي عاملة لك ضغط نفسي بينك وما بين من تحب، وركز على أهدافك وركز على طموحاتك وعلى حلمك، وهتلاقي التغيرات عندك بإذن الله قادمة على جميع أحداث حياتك. وخلي بالك من الاتنين ستات اللي أنا دول اللي هم ظاهرين قوي في فنجانك، هم ظاهرين قوي في حياتك، خلي بالك منهم وكون حريص وما تأمنش لحد. بتعاني من كريم، من سحر، من تبيعة، اكتب تمة، هيوصلك لينك قناتنا التانية اللي هتلاقي عليها علاج السحر والقرين والعين والتبيعة، وهتلاقي عليها كل العلاجات بإذن الله بفضل ربنا. يا ريت الفترة اللي جاية تهدي أعصابك يا برج الجوزاء، وتحياتي ليك، وانتظر التوقعات الجديدة.